أبو الغيط يؤكد أن شرعية النظام العربي كله ترتكز على الدول الوطنية، وأن الجامعة العربية معنية بصون استقلالها وتعزيز سيادتها وحماية شرعيتها. خلال لقائه وزير خارجية الإمارات، الرئيس يؤكد أن الأمن القومي العربي والخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع السوري. هنا في القاهرة الثانية بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. قال الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة هي منظمة إقليمية وحداتها من الدول العربية، وهي معنية بكيان الدولة الوطنية، وذلك بصون استقلالها وتعزيز سيادتها. وخلال اجتماع لمجلس الجامع على مستوى وزراء الخارجية، أضاف أبو الغيط أن أي اهتزاز في كيان الدول الوطنية في أي قطر عربي سيؤدي إلى اضطراب النظام الإقليمي بالكامل ويصيبه بالضعف. شرعية النظام العربي كله ترتكز على شرعية دولة الوطنية، الدولة الوطنية التي تستحق الدفاع عنها. ليس في اليمن سوى حكومة واحدة، هي حكومة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي. لن يحدث أبدا أن تمكن جماعة من الجماعات بقوة السلاح من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبي. ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة، هي حكومة الوفاق الوطني. ويتعين علينا العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المعبر عن إرادة الشعب الليبي. كما أكد الأمين العام للجامعة العربية أن الأزمة السورية بلغت أقصى حد من التعقيد نتيجة لتدخل العديد من الأطراف. وأضاف أبو الغيط أن سوريا أصبحت مسرحا للعديد من الصراعات من قبل القوى الغربية التي تبحث عن مصالحها على حساب الدولة التي تمزقها الحرب، مشددا على أن الحل السياسي والتفاوض هو الحل المثالي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية. لقد بلغت الأزمة السورية حدا غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، وحيث صار هذا البلد العربي العتيد العريق مسرحا لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية بل مصالحها الذاتية، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما يكابده الشعب السوري من معاناة هائلة. إن الواقع يقول أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن أي حلول تفرض بواقع القوة بمنطق الإجبار لن يكتب لها الاستمرارية أو الدوام. ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني. من جانبه قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن اجتماعات مجلس الجامعة تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ التضامن العربي العربي، فضلا عن تطوير العلاقات العربية. كما أضاف أيضا أن الاجتماعات ركزت على كافة القضايا والمستجدات العربية، ومنها متابعة تطورات القضية الفلسطينية وكذلك الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، التي خرجت بقرارات حاسمة تصب في تعزيز عملنا المشترك، ترسيخ التضامن العربي العربي، وتطوير العلاقات العربية بالدول الصديقة والتجمعات الدولية الأخرى. كما عقدت العديد من الاجتماعات في إطار متابعتنا وتفاعلنا مع كافة القضايا والمستجدات، ومن أهمها الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة الأوضاع في كل من اليمن وليبيا. وعقد لأول مرة
اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين لدى الجامعة مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية، تبادل خلاله الجانبان الرؤى حول قضايا فلسطين والصومال وليبيا والهجرة واللاجئين. وفي كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية، أعرب الوزير البحريني عن رغبته في مواصلة المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية، وبهدف الضغط على الجانب الإسرائيلي لوضع حد للتوسع الاستيطاني وإنهاء الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والمعالي والسعادة، نأمل أن تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية، وأن تشهد المزيد من الحراك للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التعنت المستمر المتمثل في زيادة وتيرة الاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى، لنخرج من حالة الجمود الراهنة، ولتتهيأ الفرصة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادا لمبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي كلمته قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن المنطقة العربية تشهد أزمات ونزاعات تهدد كيان الدولة وتماسكها في عدد من البلدان العربية التي تحولت إلى ساحات للتدخل الخارجي. كما أشار خميس إلى أن الأوضاع في المنطقة العربية تستوجب بذل المزيد من الجهد لحد وضع لحالة الفوضى التي تسببت في أزمات إنسانية غير مسبوقة. أصحاب السمو والمعالي وسعادة، إن ما تشهده المنطقة العربية منذ سنوات من أزمات ونزاعات باتت تهدد كيان الدولة وتماسك المجتمع في عدد من البلدان العربية التي تحولت إلى ساحات للتدخلات الإقليمية والدولية وملاذات للتنظيمات الإرهابية، يمثل مبعث قلق وانشغال عميق لنا جميعا، ويستوجب مزيد تضافر الجهود لوضع حد لحالة الفوضى والانفلات التي مفاتها تتمدد مهددة الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، ومخلفة دمارا لمقدرات بلداننا ومآس إنسانية لملايين الأشقاء بين قتلى وجرحى ومهجرين ولاجئين ومحاصرين. كما أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ضرورة اعتماد استراتيجية مشتركة للتصدي للإرهاب في ظل تمدد التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على مساحات من الأراضي العربية وتطوير قدراتها العسكرية. لقد تفاقم خطر آفة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق من خلال تمدد التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على مناطق شاسعة من الأراضي العربية وتطوير قدراتها التسليحية والتعبوية وموارد تمويلها، مستغلة اضطراب الأوضاع والأزمات القائمة، وباتت هذه الآفة المقيتة تستهدف أمن واستقرار كامل المنطقة العربية وتلحق الضرر الفادح بجالياتنا في مختلف مناطق العالم. كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد اجتمع اليوم لبحث تطورات قضايا المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق. كما بحث وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك مناقشة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، إضافة إلى بحث قضية الإرهاب الدولي وسبل مكافحته. معنا على الهواء مباشرة من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة موفد النيل منذر أبو دوح. إلى مقر الجامعة منذر، تابعنا الكثير من الكلمات في مقدمتها بالطبع كلمة الأمين العام للجامعة العربية
ما هي أبرز القضايا التي اتفق عليها؟ أوجز لنا ما اتفق عليه وزراء الخارجية اليوم. بالفعل بدأ اليوم باجتماع تشاوري في الساعة 10:30 تقريبا لوزراء الخارجية العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والذي تم التشاور فيه في عدد من القضايا والبنود الخاصة بالدورة الجديدة، وكذلك ما تم في العام الماضي من تحركات للجامعة العربية في العديد من القضايا العربية، وخاصة على رأسها القضية الفلسطينية والتي كانت هي محور اهتمامات الجامعة العربية في تحركاتها، والتي لأن هذه القضية هي القضية المحورية للشعوب العربية، وما تم من خلال محاولة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي المقدسة، كذلك ما تم من تحركات للجامعة العربية بخصوص عدد من القضايا، خاصة القضية السورية وكذلك القضية الليبية والقضية اليمنية، ومحاولة إنهاء النزاعات في اليمن ووقف الحوثيين من اعتداءاتهم على الشعب اليمني، وكذلك مناقشة عدد من القضايا ووقوف الجامعة العربية بجانب الشعب العراقي في اعتداءات الجانب التركي على سيادة العراق، ورفضهم الكامل لما حدث من تدخل من قوات المسلحة الخاصة بتركيا في الأراضي العراقية. تم كذلك مناقشة التحركات القادمة بالنسبة للجامعة العربية في عدد من القضايا. هناك الآن فترة استراحة لوزراء الخارجية العرب على أن تعود عملية الاجتماع مغلق لهم بعد ربع ساعة تقريبا. سيتم التشاور حول هذه القضايا مرة أخرى وكيفية التحركات الخاصة بالجامعة العربية في المرحلة القادمة، وأهم قضية في قضايا الجامعة العربية هي القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنها هي القضية المحورية للشعوب العربية. إذن من المنتظر أن يصدر بيان ختامي بعد هذه الجلسة المغلقة منذر. نعم ننتظر هذا. منذر أبو دوح من مقر جامعة الدول العربية، وقد أطلعنا على مجمل ما ناقشه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي العربي بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية، ونقل الوزير الإماراتي للرئيس تحيات وتهاني الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات وقيادات دولة الإمارات، منوها بحرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشكل مستمر. شهد اللقاء مباحثات بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات، وكذلك المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كافة المحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية. التقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية في إطار متابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية منها. وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لحكومة اليابان على إتاحة التمويل الميسر الإضافي للمساهمة في إنشاء المتحف المصري الكبير. كما رحب إسماعيل بتطبيق التكنولوجيا اليابانية في إقامة المتحف نظرا لما لديها من أحدث التقنيات في تنفيذ المتاحف والمعارض الكبرى، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من تنفيذ التجربة التعليمية اليابانية، خاصة في ظل تخصيص عدد من أراضي الدولة لإقامة 100 مدرسة خلال العامين القادمين تعمل على الاستفادة من تلك التجربة. من جانبه أشاد وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، موضحا أن زيارته الحالية للقاهرة تهدف لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة شريف إسماعيل عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأيضا التقارير المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين
وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأيضا الاستعداد للعام الدراسي الجديد. تطرق المجلس أيضا خلال الاجتماع لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات، خاصة مع التكليفات التي وجه بها الرئيس للحكومة بالأمس عقب أداء وزير التموين الجديد والمحافظين الجدد اليمين الدستورية، إضافة لبحث ومتابعة معدلات سير المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها حاليا طبقا للجداول الزمنية المحددة، والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي على ضرورة العمل على توفير كافة السلع وضمان إتاحتها بكميات كبيرة للمستهلكين. شدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات ورؤساء قطاعات الوزارة للاطلاع على الوضع العام للسلع ومدى توفرها وأسعارها على ضرورة وضع خطط استراتيجية مستقبلية لضمان عدم نقص بعض السلع، ووجه الوزير بضرورة زيادة الدور الرقابي للوزارة على الأسواق والمحلات وضمان وصول السلع للمواطن بشكل آمن خلال أيام العيد، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بما يليق به، لافتا إلى أن الوزارة لديها مبادرات لتحسين الخدمة وليست كرد فعل للأزمات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء على كاهل المواطنين، اصدر وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول صدقي صبحي اوامره لجهاز الخدمات العامه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وهيئه الامداد والتموين باعداد وتجهيز 1.5 مليون حصه غذائيه وتوزيعها على المستحقين من الفئات الاكثر احتياجا بالعديد من محافظات الجمهوريه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كانت القوات المسلحة قد قامت بتوزيع أكثر من 3 ملايين حصة غذائية مجانية مع بدء شهر رمضان وخلال عيد الفطر، ليصل إجمالي ما تم توزيعه هذا العام إلى أكثر من 4.5 مليون من الحصص الغذائية. قررت جناح استئناف القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال لجلسة 20 أكتوبر على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر. وكانت محكمة جناح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير قد قضت بحبس هشام جنينة سنة وتغريمه 20,000 جنيه. وأكدت هيئة الدفاع عن جنينة أن إدانته غير نهائية، والحكم الصادر من محكمة جناح القاهرة الجديدة أول درجة، ولديهم العديد من الأسباب للطعن على الحكم الصادر بحبسه، ومن بينها عدم استماع هيئة المحكمة للدفوع المقدمة منه أو إثبات طلبات دفاع المتهم خلال تداول جلسات المحاكمة أمام جناح القاهرة الجديدة. أعلنت الخارجية الروسية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافقا من حيث المبدأ على الاجتماع في موسكو من أجل دفع عملية السلام المتوقفة بين الجانبين. يأتي هذا في حين تتواصل عمليات سلطات الاحتلال والتوسع الاستيطاني وبناء المزيد من الوحدات في الأرض المحتلة، رغم مطالبة الأطراف الدولية بوقفه والعودة إلى محادثات السلام. رغم حالة الجمود في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة يبقى المتغير الوحيد والدائم في كل الظروف. وفي مدينة الخليل حيث يعيش أكثر من 250,000 فلسطيني، يوجد نحو 1,000 مستوطن تحت حراسة جنود الاحتلال، ويسعون بكل السبل إلى تغيير شكل ومعالم المدينة الفلسطينية حتى معالم الطرق. منذ بداية عام 2016 هناك مشاريع استيطانية كثيرة في قلب مدينة الخليل، تم تغيير أسماء الشوارع من أسماء عربية إلى أسماء عبرية، في أكثر من كرفان جديد وضعوا في منطقة تل رميدي وفي وسط شارع الشهداء، حتى أن الجيش الإسرائيلي أفرغ أحد المعسكرات المهمة جدا في قلب مدينة الخليل وأعطى هذا المعسكر للمستوطنين لبناية مستوطنة جديدة. وفق التقارير الإسرائيلية منها ما كشفته صحيفة أرس الإسرائيلية،
تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوسع في بناء المستوطنات مع مرور الوقت في مدينة الخليل، كان آخرها قرار بناء أكثر من 280 وحدة نهاية الشهر الماضي. احنا كسكان حاسين انه في هناك هجمه شرسه على المنطقه هاي، وخصوصا منطقه شارع شهداء وتل الميده. الاحتلال بحاول جاهد بتهويد المنطقه وباخلاء سكانها بشتى الوسائل. ويمثل التوسع الاستيطاني في الاراضي المحتله احد المعضلات الرئيسيه في محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، كما انها اثارت الشكوك الدوليه في رغبه اسرائيل في تحقيق السلام، حيث طلبت لجنة الرباعيات الدولية الخاصة بالشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، طلبت إسرائيل بوقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني التي كانت من أسباب انهيار جولات المحادثات السابقة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة لم ينتهي بعد من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تحظى بقبول الجانبين لحل الأزمة السورية، وإن الأمر يتطلب حلولا وسطا بشأن بضع قضايا أخرى. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكية جون كيري في جنيف يومي الخميس والجمعة لمواصلة المفاوضات حول الوثيقة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع أشتون كارتر ونظيره التركي فكري إشق بحث اليوم أهمية أن تكون قوى محلية في قلب الجهود المبذولة لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التركية لإبعاد داعش عن حدودها. كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي كارتر عن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع السوري إذا ما حدث وقف فعلي للأعمال العسكرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق دكتور علي مقصود المحلل السياسي. تحياتي لك دكتور علي. أولا تحية لك. بعد عدم اتفاق موسكو واشنطن على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مبادئ لحل الأزمة السورية، برأيك كيف يؤثر ذلك على حل الأزمة برمتها؟ لا شك بأن ما تم الإعلان عنه بعدم التوصل إلى اتفاق، ونحن من البداية لا يوجد لدينا أوهام بأن هناك فعلا لحظة مفصلية سيتم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السورية، خاصة بعد هذه التحولات التي شهدها الميدان السوري وما زال يشهدها بإحداث تحول ومعادلة كاسرة لكل الموازين. فلذلك أمريكا التي تريد عبر هذه الأدوات التي تسميها معارضة معتدلة أن يعني تخلق ظرفا ضبابيا ومماطلة وتسويف بفصل ما يسمى فصائل معتدلة عن الإرهابيين، هي بتقديري عبارة عن ورقة تستثمرها على المسار السياسي. وعندما تواجه هذه الأدوات التي تستثمر فيها أمريكا سياسيا تواجه الهزائم والانكسار، لابد من التحول ويعني إعطاء صيغة لأن هناك تفاهم ما، ولكن تعود ولتطرح شروطا تعجيزية أو شروط لا يمكن أن تنسجم مع ما يحدث في الميدان لكي يقدمها السوري وحلفائه إلى أمريكا بالمجان. نعم. وهذا طب أنتقل نعم. سريعا إلى نقطة أخرى تتعلق بتصريحات أو تركيز جون كيري طبعا وزير الخارجية الأمريكي أثناء مفاوضاته مع نظير التركي أو مباحثاته، على أن تكون لابد أن تكون هناك، هو قال كذلك، قوى إقليمية أخرى تتدخل لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة. هل برأيك يعني هذا أنه تركيا ستدخل رسميا كلاعب رئيسي أيضا في المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا؟ أولا ليست أمريكا من يقرر الدخول في الأراضي السورية، وهناك أمم متحدة ومجلس أمن، ولذلك أمريكا التي خسرت كل أوراقها تحاول في هذه اللحظة أن تجمع
كل أوراق حلفائها بغض النظر عن التناقضات، وأن كل طرف يعمل حاليا لتحقيق مصلحته الخاصة. عندما يعلن أردوغان عن يعني استعداده لمشاركة أمريكا في معركة تحرير الرقة، تحرير الرقة من الدواعش، هل أمريكا وتركيا هم من يعمل على تحرير سوريا من الدواعش؟ هم من يستثمر في الدواعش، ولذلك هذه الذرائع يعني سقطت وأصبحت مكشوفة وعلك لا يمكن القبول بهذا الحديث. ولكن أمريكا التي تواجه حاليا مأزقا كبيرا نعم بسبب الموازين المختلة في الميدان السوري، فحاليا تسعى بكل ما أوتيت من قوة لأن تبقي على هذه الخلافات الثانوية بين الأكراد والأتراك، أن تبقى على الهامش لكي تجمع هذه الأوراق في معركة تم الإعلان عنها من قبل وزير الدفاع الأمريكي الذي التقى عددا من القادة العسكريين الأتراك، وبأنهم وضعوا الخطة للبدء بتحرير الرقة. أمريكا ليست في واردها أن تعمل على تحرير الرقة، بل هي من ثبتت الدواعش في هذه المنطقة وحماها مع الأتراك. دكتور علي مقصود المحلل السياسي، إذن حدثتنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد زومجو اليوم إن المنظمة ستجري تحقيقا حول ما يشتبه في كونه هجوما بغاز الكلور بمنطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب السورية، واصفا الأنباء التي أفادت بوقوع الهجوم بأنها تبعث على الانزعاج. من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي تقريرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تلقي بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجمات سابقة بالغاز السام. كانت المعارضة السورية قد اتهمت قوات الجيش السوري بإسقاط براميل بغاز الكلور على مناطق في حلب، ما أسفر عن إصابة 80 شخصا بالاختناق، بينما نفى الجيش السوري هذا الأمر. بدأ عشرات المدنيين السوريين اللاجئين إلى تركيا بالعودة إلى مدينة جرابلس في شمالي سوريا، بعدما طردت فصائل معارضة تدعمها أنقرة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي منها. يأتي هذا فيما عبر السوريون نازحون من البلدة عن فرحتهم بالعودة إليها مرة أخرى. بعد تحرير جرابلس من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بدأت مجموعات من السوريين في العودة إلى ديارهم، وكانت قوات للمعارضة السورية تدعمها تركيا قد تمكنت الشهر الماضي من طرد مسلحي داعش من البلدة. مسؤول تركي أفاد بأن 250 سوريا كانوا يقيمون في تركيا قد أعلنوا نيتهم العودة إلى جرابلس. وأفاد نائب رئيس مجلس إقليم غازي عنتاب نورسال شاكر أغلو بأن عدة طواقم تركية تساعد الآن في إعادة بناء البلدة وتعمل على استعادة التيار الكهربائي والمياه. وعبر السوريون النازحون من البلدة عن فرحتهم بالعودة إليها مرة أخرى. أول طرف تعمز والد تركيا ما. الجانب الآخر من الحدود تم تطهيره من مسلح داعش، تركيا بفضل الله طهرته، سوف نعود إلى الوطن. أنا هنا في تركيا منذ عام وشهرين، توفيت أمي مؤخرا ولم أتمكن من رؤيتها، والآن تركيا طهرت جرابلس وسوف نعود إلى الوطن، لدينا بيت وحقول وأشجار الفستق. كانت تركيا قد أرسلت دبابات إلى شمال سوريا في 24 من أغسطس الماضي لمواجهة مسلح التنظيم والقوات الكردية السورية التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني، والذي يشن هجوما أو تمردا منذ 30 عاما داخل تركيا، لتتمكن من تطهير المدينة وفتح الطريق أمام عودة سكانها مرة أخرى. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة التمرد وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون في مؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولان. وقال الأمين العام لمجلس أوروبا إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. هذا عقب كلمة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو
أمام ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، عرض خلالها الوضع في بلاده عقب محاولة التمرد. أكدت مصادر ميدانية يمنية بمقتل نحو 60 مسلحا وسقوط عشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح في مواجهات عنيفة شهدتها عدة محافظات. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجمات متفرقة على مواقع تسيطر عليها الميليشيات في مناطق الجبهة الغربية. تواصل القوات الأمنية اليمنية جهودها من أجل بسط سيطرتها على الأراضي كافة واستعادة الشرعية لها من جديد. مصادر أمنية أفادت بسقوط أكثر من 60 مسلحا وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مواجهات عنيفة شهدتها عدة محافظات. في جنوب غربي البلاد وبالتحديد في محافظة تعز، شنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات متفرقة على مواقع تسيطر عليها الميليشيات في مناطق الجبهة الغربية، وتمكنت من التقدم نحو نقطة قريبة للطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة من اتجاه الربيعي، أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصرا من الطرفين غالبيتهم من المتمردين. وفي مأرب شرق العاصمة صنعاء، حررت القوات الأمنية 3 مواقع جبلية قريبة من مطار صرواح بعد معارك عنيفة مع الميليشيات المتمردة، وأصبحت القوات على مقربة من مطار صرواح، كما تجاوز تقدم القوات الأمنية المديرية من الجهة الغربية، فيما لا تزال عناصر الحوثي في مركز المديرية. القوات الأمنية واصلت تقدمها كذلك في محافظة الجوف وحررت عددا من المناطق، كما تواصل تقدمها أيضا نحو قرية الغيل وسط انهيارات متسارعة للمتمردين وتحليق مكثف لطيران التحالف العربي. معارك ضارية شهدتها كذلك محافظة البيضاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين عقب هجوم شنه المتمردون الحوثيون على مواقع المقاومة اليمنية. من أخبارنا في بانوراما الرابعة أيضا، الرئيس الفرنسي يقول إن الديمقراطية ستنتصر على الإرهاب الذي يستهدف كل القارات ويحرف الإسلام. أبو الغيط يؤكد أن شرعية النظام العربي ترتكز على الدول الوطنية وأن الجامعة العربية معنية بصون استقلالها وبتعزيز سيادتها وحماية شرعيتها. خلال لقائه وزير خارجية الإمارات، الرئيس يؤكد أن الأمن القومي العربي والخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع السوري. وقفتنا الاقتصادية في هذه الساعة مع الزميلة ماجدة القاضي. نعم، ماذا لديك من تفاصيل اقتصادية في هذه النشرة ماجدة؟ البورصة أغلقت اليوم على تباين وهناك انخفاض في أسعار الحاصلات الزراعية العالمية. شكرا لكم أحمد وأمل. وأهم العناوين، أن الصناعة والتعاون الدولي يبحثان مع وفد البنك الدولي برنامج الاقتصادي للحكومة ودعمه. أهلا بكم مجددا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 412 لعام 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوممبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع. كما أصدر الرئيس أيضا القانون رقم 76 لعام 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغي القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقانون رقم 11 لعام 1991. عقد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعا موسعا بمقر وزارة التجارة مع مسؤولي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. بحث الاجتماع إجراءات الشريحة الثانية البالغة 1.5 مليار دولار لتمويل دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والإفريقي للتنمية في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي. كما تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذلك رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 16.4% عن مستواه في نفس الشهر من عام 2015، فيما تعد الزيادة الأولى للتضخم السنوي منذ ديسمبر 2008. كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.2% عن مستواه في يوليو السابق عليه، حيث أرجع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الخضروات والسكر والكهرباء والغاز والوقود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ارتفاعات أسعار الخضر والفاكهة غير مبررة. كشف تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية عن انخفاض بعض أهم المحاصيل الزراعية العالمية. وكشف التقرير عن تراجع أسعار الأرز عالميا بنسب تراوحت بين 5.3% إلى 15.9%، في حين تراجعت أسعار القمح عالميا بنسبة 17.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، مع تواصل العمليات البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية. صاحبها ضغوط بيعية من الأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب والأفراد المصريين للشراء الانتقائي. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة نحو 1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 420.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 367.7 مليون جنيه. أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس كما كان متوقعا، لتظل أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، وتعهد بأن يبقى برنامج شراء السندات الشهرية البالغة قيمته 80 مليار يورو كما هو حتى مارس المقبل على الأقل. ويأمل البنك المركزي الأوروبي في رفع معدلات التضخم والنمو في المنطقة المتأثرة سلبا بعقد من الأزمات الاقتصادية. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع عند 0.4% لتدفع البنوك فائدة على الإيداع لليلة واحدة. كما أبقى المركزي على سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد دون تغيير عند 0%. مشاهدينا، نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية ومتابعة البانوراما مع زملاء أمل وأحمد. شكرا لكما. شكرا لك مجدة. أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن يقينه أن الديمقراطية ستنتصر على الإرهاب وستكون دائما أقوى من الوحشية التي أعلنت الحرب عليها. وقال أولاند في خطابه عن الديمقراطية في مواجهة الإرهاب إن الإرهاب يستهدف كل القارات ويتسبب في عدم الاستقرار في البلدان من خلال تنفيذ الأعمال الإرهابية. وأضاف أولاند أن فرنسا
تعرف ذلك ودفعت 230 قتيلا كضحايا لهذا الإرهاب الذي شكل تنظيما مزيفا والذي يقوم بتحريف الإسلام ويستخدم كل التكنولوجيا وكل أشكال الاتجار والتهريب. أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه الأكثر تأهيلا لإعادة تأكيد الريادة العالمية للولايات المتحدة معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أفضل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. جاء هذا خلال لقاء تلفزيوني ظهر فيه هو ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون الواحد تلو الآخر، حيث شدد أن سياسات أوباما وكلينتون خلال فترة أوباما الرئاسية الأولى أعاقت عمل العسكريين الأمريكيين. تعد هذه هي المرة الأولى التي يتبارى فيها ترامب وكلينتون على نفس المنصة منذ قبولهما ترشيح الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر القادم. من أخبارنا أيضا في بانوراما الرابعة، شباب فلسطينيون يلجؤون للمنصات الاجتماعية للتعبير عن آمالهم وحياتهم اليومية. طبعا والكتاب تبقى بالفعل محمد هذا التقرير نختتم به بانوراما الرابعة. من فلسطين، ففي ظل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون يحاول بعض الشباب الفلسطيني ابتكار وسائل جديدة من أجل الترويح عن أنفسهم من خلال شبكة الإنترنت. إحدى هذه الوسائل هي تحميل فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي قام به شاب من قطاع غزة. في محاولة لتخفيف الأعباء على كاهل الفلسطينيين لنسيان الهموم والمصاعب التي يعانون منها في حياتهم اليومية، اتجه شاب فلسطيني من غزة يدعى عادل مشوخي للغناء بعد أن شرع في تحميل فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوعات مختلفة. عادل المشوخي تزداد شعبيته يوما بعد يوم، فقد أصبح نجما، وأينما يولي وجهه في القطاع المحاصر يجد جمهوره يستقبله بحرارة وترحاب، وكان يشاهد كثيرون فيديوهاته على المقاهي، ثم اتجه للغناء بعد فترة قدم خلالها 4 أغنيات مصورة. فكلمات أغنية المشوخي خفيفة جدا وساخرة، مما أدى لانتقادات بأن كلمات أغنيته هابطة، لكنه يرى أنها ظريفة ومبهجة لسكان غزة الذين يحتاجون للضحك لينسوا ولو لدقائق الحياة الأليمة التي يعيشونها. هدف أن أخلي الإنسان أو البني آدم أو الشخص أو المواطن الفلسطيني أو قطاع غزة، هدفي أن أخليه ينسى الهم اللي هو فيه ولو 5 دقائق في اليوم. الأصداء إيجابية لدى أهل غزة ويشعرون بسعادة عندما يسمعون أغنياته. الوضع اللي احنا بنمر فيه قطاع غزة، يعني من حصار، من بطالة، من قطع كهرب، فاحنا بنلاقي بعض أغاني بنزلها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى بتنتشر بعض مقاطع منها على تويتر وعلى انستغرام. هي مش هادفة بصراحة، لكن بتضحكنا، بتخلي الواحد يضحك. وتأتي هذه المحاولات المفعمة بالأمل في الحياة من قبل شباب غزة وسط معاناة كبيرة يعيشها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق عليه وحالة الركود ومعدلات البطالة المرتفعة. ختاما نذكر بأبرز عناوين الأخبار. أبو الغيث يؤكد أن شرعية النظام العربي كله ترتكز على الدول الوطنية، وأن الجامعة معنية بصون استقلالها وتعزيز سيادتها وحماية شرعيتها. خلال لقائه بوزير خارجية الإمارات الرئيس السيسي يؤكد أن الأمن القومي العربي والخليجي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع في سوريا.
نهاية النشرة. نايل دوت اي جي هو موقعنا على شبكة الإنترنت، عليه مزيد من الأخبار والثقافة.